مساء الخير، جلسات وحوارات ولقاءات وابتسامات للكاميرا فقط، أما الكواليس فحدث بلا حرج، شروط وطلبات ومخاوف وضمانات، والأهم من هذا الشخصنة، لأنه الظاهر الحوارات الحالية مبدأها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وسابقا شفنا عدو الأمس ممكن يكون صديق اليوم بسبب المصالح، لكن هالمرة العدو يبقى عدو. جلسة البرلمان الأولى باقي لها 4 أيام، وإلى الآن ماكو اتفاق شيعي حول الكتلة الأكبر ورئيس الوزراء، ولا اتفاق سني حول رئيس البرلمان، ولا اتفاق كردي حول رئيس الجمهورية. محور الخلافات هو الشخوص. من جانب الطرف الشيعي أكو اعتراض صدري على أي تحالف يضم السيد المالكي، ومن الطرف السني أكو اعتراض على التجديد للسيد الحلبوسي في رئاسة البرلمان. لذلك نشوف الكتل الدور حول نفسها دون أي تقدم، وتعقد لقاءات هي متيقنة بأنها لقاءات شكلية قد يكون الهدف منها إرسال الرسائل للأطراف الأخرى أو الحصول على ضمانات مستقبلية معينة تخص المرشحين للمناصب، من باب صوت لي وأصوت لك. مثلا يوم أمس وفد الكتلة الصدرية في أربيل واجتمع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم رئيس تقدم السيد الحلبوسي التقى بالسيد الصدر بالحنانة، كذلك رئيس الهيئة السياسية لتحالف العزم السيد خالد العبيدي التقى السيد العامري في بغداد، أما رئيس السن السيد محمود المشداني فالتقى السيد مسعود برزاني في أربيل. بالمحصلة هي لقاءات متفرقة، يعني ممكن ما تمثل كل البيت السني ولا كل البيت الشيعي. وبنفس الكتل تأكد أكثر من مرة أنه ما ممكن الوصول إلى حل دون توحيد الجبهات. الكتل الشيعية تقول إذا ما تتفق الكتل السنية على رئيس برلمان ما نصوت لأحد. الكتل السنية تقول نفس الشيء بخصوص رئاسة الوزراء. زين ليش نعقد هذه اللقاءات من الأساس ونقضي بها وقت إلى أن يجي الرد حول الشروط؟ لأن المصادر تتحدث عن طرح السيد الصدر عدة شروط على الإطار التنسيقي مقابل الموافقة على الدخول في كتلة أكبر تضم السيد المالكي، والرد هاليومين يصدر. هنا لازم نشوف شنو سيناريوهات المتوقعة للجلسة الأولى يوم الأحد المقبل، خاصة أنه الوضع الحالي يستبعد اتفاق الكتل قبل الجلسة. السؤال هنا راح نرجع لسالفة الجلسة المفتوحة اللي اخترعتها الكتل عام 2010، لو الجماعة محاضرين حيلة جديدة. للتذكير فقط، عام 2010 المحكمة الاتحادية صدرت قرار بإلغاء الجلسة المفتوحة باعتبارها خرق للدستور، لذلك يقولون هالمرة الجماعة يردون يكسرون النصاب ويسووها جلسة تداولية، وجيب ليل وخذ عتابه. وهنا لازم نذكر بالدستور اللي الجماعة كتبوه عام 2005 حتى يخرقوه، المادة 54 55 من الدستور، المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس النواب تتضمن التالي: أولا، دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. ثانيا، تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة. ثالثا، في حال تعذر انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة الأولى تمدد تلك الجلسة، ولا يجوز أن يكون التمديد لأكثر من المدة المذكورة، يعني بزايد 14 يوم مو شهور. ليش الدستور أكد على هالشيء؟ لأنه الناس طلعت انتخبت برلمان حتى تشوفه يشتغل مو قاعدين ببيوتهم. وإذا تقولي البرلمان بيه رئيس السن يقدر يشتغل، أقول لك إنه رئيس السن صلاحياته محدودة. ترأس الجلسة الأولى، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وتمديد الجلسة وفق المدة اللي حددها الدستور. أي صلاحية ثانية ماكو. يعني البرلمان معطل إلى أن يتم انتخاب هيئة الرئاسة وتشكيل اللجان. وتعرفون تناقض الكتل وين؟ أذكركم، قبل كم شهر من ما صوت البرلمان على حل نفسه قبل الانتخابات بثلاثة أيام فقط، قلنا لهم ليش خرقتوا الدستور اللي ذكر بالمادة 64 بأنه حل البرلمان لازم يكون قبل 60 يوم من الانتخابات؟ قالوا شلون؟ الفراغ الدستوري، وإذا صارت مشكلة تتطلب وجود البرلمان، وإذا وإذا وإذا، عددونا ألف مبرر. وقتها كان البرلمان ما يصير يعطل ونحله قبل 60 يوم، لكن هسه عادي نأخر عمل البرلمان شهر شهرين ما تضر بالسيادة. وقبل ما أروح للحوار، يوم أمس تحدثنا عن مجزرة جبلة وركزنا على المشكلة الموجودة بالإعلام الأمني وإعلام بعض المؤسسات الحكومية، وتحديدا في نقل أخبار متضاربة أو غير دقيقة. ويا سبحان الله اليوم رجعنا لنفس القضية. رئيس الخلية اللواء سعد مع النشر على تويتر قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب تلقي القبض على فتاة تنتحل صفة طبيب. بعد وقت قصير على نشر هذا الخبر نفت وزارة الصحة هالشي، والمتحدث باسمها السيد الدكتور سيف البدر للوكالة الرسمية بأنه هذه الأخبار عارية عن الصحة. لكن الظاهر السيد المتحدث كان مشتبه، لأنه دعا وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات. أعتقد كان المفروض يدعو خلية الإعلام الأمني إلى اعتماد المصادر الرسمية. هسه احنا نصدق بمنه ونكذب بمنه؟
معقولة الخلية تسرعت حتى ينحسب إلها إنجاز؟ لو المؤسسات الحكومية هم قامت تدور طش؟ لو شفنا الإشاعات قلت قلنا خلي إحنا نبث الإشاعات وننفيها؟ هسا المواطن من يروح المستشفى شي يسوي؟ يطلب هوية الطبيب مثلا قبل لا يعالجه؟ لو يسوي حظر لخلية الإعلام الأمني؟ لو إعلام وزارة الصحة ويخليها على الله؟